مشاهدينا رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. حلقتنا اليوم رح نتطرق فيها لدعم الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي في القدس الشرقية، خليكم معنا. دعم الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الصحة العالمية لتأسيس شبكة مستشفيات القدس الشرقية واللي بتضم 6 مستشفيات فلسطينية، حيث وفر الاتحاد الأوروبي مبلغ قيمته 2.4 مليون يورو سمحت للمستشفيات بتحسين جودة خدماتها الصحية وتعزيزها لتتماشى مع أعلى المقاييس العالمية. يوجد في القدس الشرقية 6 مؤسسات صحية مهمة جداً، جميعها أعضاء في الشبكة المدعومة من الاتحاد الأوروبي وبتعتبر جزء أساسي من قطاع الصحة، وهي مستشفى أوغستا فيكتوريا ومستشفى المقاصد، الهلال الأحمر للولادة، سان جوزيف، سان جون، ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل. الاتحاد الأوروبي كان موجود مع مستشفيات القدس ويعمل معها من التسعينات، ليس جديدا. الشراكة بين مستشفى المقاصد بالتحديد والاتحاد الأوروبي قديمة جدا. الاتحاد الأوروبي هو أول من طور قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد عام 99، هو من أدخل الكثير من الخدمات في المستشفى. مشروع تم تنفيذه مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي هو مشروع مساعدة مستشفى المقاصد ومستشفيات القدس كاملة بالحصول على شهادة الاعتماد الدولية JCI، وهي شهادة عالمية في الجودة وسلامة المريض. وبتخدم مستشفيات القدس الشرقية كمراكز رئيسية للرعاية المتخصصة اللي ممكن تكون غير موجودة في الضفة وغزة، مثل قسم متخصص للأورام السرطانية والرعاية لمرضى القصور الكلوي وجراحة لمرضى القلب. فمنذ عام 2012 وفر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ما يزيد عن 80 مليون يورو للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية اللي بتواجه 6 مستشفيات في شبكة مستشفيات القدس الشرقية، وساهمت الدول الأوروبية عدة في ذلك. مشاهدينا، وهيك بنكون وصلنا لسؤال الحلقة لليوم، وسؤال حلقتنا بيقول: على كم نجمة بيحتوي علم الاتحاد الأوروبي؟ بنكرر السؤال: على كم نجمة بيحتوي علم الاتحاد الأوروبي؟ تقدروا تشاركوا وتجاوبوا من خلال كتابة الإجابة بكومنت على الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك لتكونوا أحد الرابحين معنا بأحد الجوائز القيمة. ولهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشوفكم بكرة بنفس الموعد، إلى اللقاء.